السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل سلسلة أبو غاهر الأذكر بطل العالم. بنحاول في السلسلة دي إن احنا نغطي كل الأدوار بتاعته. حاول إن انت تشوف الأدوار، تتوقع الآلات بتاعتها، تقدر إن انت هتلاقي نفسك اتنقلت في حتة تانية خالص مستويك. الأذكر من النوادر اللي كانت موجودة دي ان هو كان يعني كان تراش ما بطل المانيا ما رضاش يلعب، ولما لعب معاه قال له انت مش هتسمع مني غير كلمة واحدة بس، تشيك ميت. طبعا كانت النتيجة لصالح الأذكر اللي كانت يعني تعتبر يعني نتيجة قوية، زائد ان كان الأذكر ساعتها هو بطل العالم ان هو ما رضاش يلعبه في اول مرة، وبعد كده لما تحدى شتاينز على البطولة خدها منه، فكانت كانت تاني او تورتو ديت التراش سنة 1908 من النتائج القوية جدا اللي بعدها ادرك تراش ان هو مش هيقدر على الأذكر. طبعا هو كسب يعني 4 أدوار من 5، فتراش يعني ما قدرش ان هو يعمل معاه حاجة، وادرك ان هو يعني حد صعب جدا ان هو يتغلب. طبعا كلمة الأذكر اللي كانت معروفة اذا لقيت نقلة كويسة ما تلعبهاش، دور وفكر هتلاقي احسن منها في اللعب. نتيجة الأذكر 10.5 5.5، فرق كتير قوي بينه وبين تراش اللي كان برضو تراش يعتبر أدواره من الأدوار المهمة اللي تعتبر مدرسة من مدارس الشطرنج اللي تتعلم أدوارها. يعني نشوف الأدوار مع بعض، يلا بينا، نشوفكم كتير.